فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو انقضت المدة، هذا تكرر السؤال، لو انقضت المدة وهو ما زال على طهارته، يعني يبطل المسح، إذا انتهت المدة بطل المسح، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المدة فلا يزاد عليها. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.